من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد، من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. ونستمد منك يا رب العزة أن تمدنا بالعلم والعمل يا رب العالمين. نستفتح بعون الله ومدده وجوده وكرمه القراءة في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه. وقد رواه عنه تلميذه قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه الصالح الزاهد عبد الملك بن عبد الله غفر الله له، أملى علي شيخ الأجل الإمام الزاهد السعيد الموفق حجة الإسلام زين الدين وشرف الأمة أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، قدس الله روحه ورفع الله في الجنة درجته، هذا الكتاب المختصر أملا عليه، وهو آخر كتاب صنفه. أملا علي شيخ وهو آخر كتاب صنفه أي الإمام أبو حامد، ولم يستمله منه إلا خواص أصحابه، أي لم يطلب منه أن يمليه عليه إلا خواص أصحابه، طلبوا منه أن يملي عليهم ذلك الكتاب. وهو الكتاب بدايته الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفطر السماوات والأرض بقدرته، ودبر الأمور في الدارين بحكمته، وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فالطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناظرين، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. واضح زي الشمس طريق. إنه أقيم نفسك في عبادة الله تعالى. والصلاة على سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين، وسلم وعظم إلى يوم الدين. اعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحاصل العبيد الأقوياء وبضاعة الأولياء. وطريق الأتقياء وقسمة الأعزاء ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وحرفة الرجال واختيار أولي الأبصار، وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنة. نشرح الأول الكلام وبعدين نتكلم عن الأدلة. قال اعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاته أن يرضى الله عنا أجمعين أن العبادة ثمرة العلم. العلم ينتج عنه العمل، والعمل هي العبادة، والعبادة ليست مقصورة على العبادات فقط، بل أيضا معاملات، ففيها القصد إلى الله تعالى بالقلب فهي عبادة. فالعبادات المعاملات إذا اقترنت بالنية في القلب صارت عبادة أيضا. وفائدة العمر
طيب، أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر، أي العبادة فائدة العمر، وحاصل العبيد الأقوياء، أي ما يحصله العبيد الأقوياء هي العبادة، وبضاعة الأولياء. فده وصف للعباد. وطريق الأتقياء وقسمة الأعزة، أي جمع عزيز وهو المقرب إلى الله تعالى. ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام، هذا العبادة، هذه العبادة. وحرفة الرجال واختيار أولي الأبصار، وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنة، قال الله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي أما عبدتم كان جزاءكم الجنة وكان سعيكم مشكور بعبادتكم لله تعالى. ثم إن نظرنا فيها وتأملنا طريقها من مباديها إلى مقاصدها التي هي أماني سالكيها، أي العبادة. ثم إن نظرنا فيها، أي في العبادة، وتأملنا طريقها، أي طريق العبادة، من مباديها، من مبادئ العبادة، إلى مقاصدها التي هي أماني سالكيها. مقاصد العبادة دي أمنية السالكين فيها إلى الله تعالى. فإذا هي طريق وعر وسبيل صعب، كثيرة العقبات، شديدة المشقات، بعيدة المسافات، عظيمة الآفات، كثيرة العوائق والموانع، حفيفة المهالك والمقاطع، غزيرة الأعداء والقطاع، عزيزة الأشياء والأتباع. وهكذا يجب أن تكون، لأنها طريق الجنة، فيصير هذا تصديقاً لما قاله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. قبل سياق الأدلة النبوية نتكلم عن العبارة. قال: ثم إن نظرنا فيها، أي في العبادة، وتأملنا طريقها من مباديها، من مبادئ العبادة، إلى مقاصدها، نهايتها اللي هي مقاصد العبادة، التي هي أماني سالكيها. المقاصد دي، مقصد العبادة، هي أماني السالكين في طريق العبادة، ما يتمنونه هو رضا الله تعالى وما إلى ذلك. فإذا هي طريق وعر، العبادة طريق وعر، وسبيل صعب، كثيرة العقبات. خلي بالك إن أنت عشان بتصلي، لكن في ناس ربنا منعهم أن يسجدوا له، وقالوا كانوا مسلمين، ها، منعهم سبحانه وتعالى، فما سجدوا له إلا بمنعه إياه. زي شوف الحديث يقول لك إيه: إن بيوتي في الأرض المساجد، وزواري عمار وعمارها زواري، فمن توضأ في بيتي وزرني في بيتي، ها، كان حقا على المزور أن يكرم زائره. فاللي عايز يكرمه ربنا يدخلوا البيت، دخلوا بيته، واضح؟ وليس هو يدخل بإرادته هو، ده ربنا أذن له بذلك وأكرمه بذلك. ثم إن نظرنا فيها وتأملنا طريقها من مباديها إلى مقاصدها التي هي أماني سالكيها. فإذا هي طريق وعر وسبيل صعب، كثيرة العقبات، شديدة المشقات، بديعة بعيدة المسافات، مسافتها بعيدة، عظيمة الآفات بما يعتريها من رياء وعجب وما إلى ذلك، كثيرة العوائق والموانع، أي في القبول أو في تحقيق القيام بها، حفيفة المهالك والمقاطع، كل أشياء تقطعك عن الله تعالى، ها، وهي فيها مهالك، غزيرة الأعداء والقطاع، الذي يقطعك عن الله تعالى، عزيزة الأشياع، عزيزة أي نادرة، أشياء أي المؤيد لك والناصر لك، عزيزة الأشياع والأتباع، الأشياع والأتباع الذين يقوونك على عبادة الله تعالى، عزيز نادر. وهكذا يجب أن تكون، يجب أن تكون طريق كما وصفها، لأنها طريق الجنة، فيصير هذا تصديقاً لما قاله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الجنة حفت بالمكاره، ألا وإن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات.
حفت يعني أينها كانت حجاباً، إن المكاره دي حجاباً، من اخترق ذلك الحجاب دخل الجنة. اخترق حجاب المكاره الشرعية، ها؟ منها إسباغ الوضوء على إسباغ الوضوء على المكاره فيش برد شديد، أو ده من المكاره التي ندب إليها الشرع، خلاص؟ فمن اخترق تلك المكاره الشرعية، ها؟ دخل الجنة. حفاً أي بينك وبينها حجاب، بينك وبين الجنة حجاب، اللي هي المكاره دي. وأن النار حفت بالشهوات، لو تركت نفسك لهواك وشهواتك ودنياك وشيطانك، ها؟ كانت ذلك الشهوات دي، تركت نفسك لشهواتك اخترقت حجاب النار، فكنت والعياذ بالله تعالى البعيد من النار، تدخل النار. فإن الجنة حفت بالشهوات، فإن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الجنة حزن بربوة، ألا وإن النار سهل بسهوة. الله أخرج. عندك تخريج؟ حد عنده تخريج؟ نعم، الأول طبعا رواه الترمذي على ما أعتقد، البخاري. نعم. ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والثاني: ألا وإن الجنة حزن بربوة، يعني أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو البيهقي في الشعب في الشعب في الشعب عن أبي بكر. بقيت فمن ظفر بها ظفر بها فقد فاز. ده بقية الحديث ولا دي ايه؟ ومن فاته ذلك خسر. لا ده مش من الحديث ده. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الجنة حزن. حزن يعني أمر مرتفع شاق، الحزن من الأرض، الأمر مرتفع من الأرض. بربوة أي مكان مرتفع. ألا وإن النار سهل بسهوة، شيء منبسط، خلاص. يبقى أمر النار سهل على النفس وبسهوة، يعني ايه؟ الأرض المنبسطة، أي أرض لينة. لكن الحزن بربوة يعني شيء شديد ومرتفع، وبربوة مكان مرتفع. ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف والزمان صعب وأمر الدين متراجع. ده بيتكلم الإمام الغزالي على عصره. ومع ذلك فكله فإن العبد ضعيف والزمان صعب وأمر الدين متراجع والفراغ قليل والشغل كثير والعمر قصير وفي العمل تقصير والناقد بصير والأجل قريب والسفر بعيد والطاعة هي الزاد فلا بد منها وهي فائتة فلا مرد لها. ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف والزمان صعب، الزمان صعب يشغل الناس، يشغل الناس دايما، وأمر الدين متراجع، الناس كل إيه ما يأتي من زمان إلا من أتى بعده كان شرا منه، أشر منه. والفراغ قليل، تنشغل الناس بأنها تنقل التحسينيات والترفيهيات إلى أن تجعلها من الحاجيات، وتنقل الحاجيات إلى الضروريات، فأصبحت الشيء الترفيهي الآن ضروري مثل الدواب، ها؟ مش كل واحد كان عنده دابة، ده هو كان تلاقي في الجيش ساعات في بعض الغزوات ثلاثة من الخيل، ها، قليل من الخيل، وبعد كده كثر الحمد لله، لكن تجد ان كانت الدواب قليله. اللي يركب دابه ده فريها يبقى ايه؟ من الاغنياء، عنده حمار او بغله، ها، او برزول، ده يبقى من الاغنياء. فاصبحت الان من الضرورات كل الاشياء دي. والفراغ قليل والشغل كثير، ويزداد الشغل مع مرور الزمن بظهور الاشياء دي،
والعمر قصير وفي العمل تقصير. العمل فيه تقصير، العمل مقصود به العبادة. زي المصطلح يقول لك فلان بطال، ها بطال يعني ايه؟ مش ما او اسمه عاطل او عاطل، عاطل وبطال هذا ليس بمعناه عند المصطلح ان هو ما بيشتغلش، لا ده في مصطلح الشرع والصوفية انه عاطل عن ذكر الله ولو كان بيشتغل 24 ساعة في اليوم، الا انه عاطل وبطال عن ذكر الله تعالى، ده معنى كلمة عاطل وبطال. خلاص. وفي العمل تقصير، والناقد سبحانه وتعالى بصير، والأجل قريب والسفر بعيد، والطاعة هي الزاد فلا بد منها. بعد ذا كله الطاعة هي الزاد في الطريق فلا بد منها، وهي فائتة فلا مرد لها، وإذا فاتتك الطاعة لا تستطيع أن تستردها، أي تأتي بها مرة أخرى، وهي فائتة فلا مرد لها، إذا فات وقت الطاعة لا مرد لها. فمن ظفر بها فقد فاز وسعد أبد الآبدين ودهر الداهرين، ومن فاته ذلك خسر مع الخاسرين وهلك مع الهالكين، فصار هذا الخطب أي الأمر إذن والله معضلا أي شديدا في الطلب، والخطر عظيما. فلذلك عز من يقصد هذا الطريق، وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه، ثم عز من السالكين من يصل إلى المقصود ويظفر بالمطلوب، وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه وعزمته، ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه وجنته. فنسأله جل ذكره أن يجعلكم وإيانا من أولئك الفائزين برحمته. فهذه العوائق كلها والموانع ها تكون سببا في، فلذلك عز من يقصد هذا الطريق، اللي بيقصد طريق الله ويتعبد يعني، عز من يقصد هذا الطريق وقل، ثم عز من القاصدين من يسلكه. في واحد عايز يسلك لكن ما سلكش، ماشي يقول لك انا عايز اصلي وابقى كويس ان شاء الله، لكن ما بيصليش، يبقى لسه ما سلكش. طب ابتدى يصلي ويزرع الطاعات، يبقى ده اقل ندر، عز بمعنى ندر قل. ثم عز من القاصدين من يسلكه، ثم عز من السالكين من يصل الى المقصود ويظفر بالمطلوب، ندره بعد ندره بعد ندره، اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء، وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله تعالى عز وجل لمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه وعصمته. ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه وجنته، فده محض فضل من الله تعالى، فنسأله جل ذكره أن يجعلكم وإيانا من أولئك الفائزين برحمته. نعم، ولما وجدنا هذه الطريق بهذه الصفة نظرنا فأمعنا النظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد من الأهبة والعدة والآلة والحيلة من علم وعمل، عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله في سلامة ولا ينقطع في عقباتها المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله تعالى. فصنفنا في قطع هذه الطريق وسلوكها كتبا كأحياء علوم الدين والقربة إلى الله تعالى وغير ذلك، احتوت على دقائق من العلوم اعتاصت على أفهام العامة. نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعتاصت أشكلت صعبت، اعتاصت بمعنى أشكلت وصعبت. إيه في حاجة تاني؟ نعم. إيش؟ الدين يتراجع، أي ينقص حاله في الناس، إما بأن الإنسان بعد أن كان
عنده نوع من النشاط والتحصيل يخل ويكسل عن الطاعة، وإن كثير من الناس تضلهم الأهواء والنفس والدنيا والشيطان، فتلاقي كلما يأتي زمان يكون أشر من السابق على من السابق عليه بزيادة العصاة وزيادة البعيدين عن دين الله تعالى. إيش تاني؟ في أي كلمة تانية؟ نعم. مين؟ هو الاستخفاف أيضا، هو الاستخفاف يؤدي إلى البعد عن الدين. لا يعني انت ما بتروح تصلي السنه بالليل مش بتبقى نشطه وبتصلي زي ما بتصلي في المسجد؟ بل بالعكس الناس بيكسلوك انك تكملي السنن ويشغلوك وما الى ذلك، فمن ضمن الاشغال التي تشغل عن الطريق الناس، الاختلاط بالناس، فالعزله ما ها ايه في نعم تقل. يعني هل الواصلين زي السالكين؟ عدد الواصلين قليل ونادر، واللي سالكين وقربوا يصلوا أكتر شوي. طب والمبتدئين؟ طب واللي ابتدى يسلكوا بالفعل؟ ها هتلاقي المبتدئين كتير قوي لكن ما سلكوش، وبعدين واحد وبعدين تلاقي منهم مجموعة سلكت، فده اصطفاء. واللي سلك ده وصل لنصف الطريق اصطفاء أيضا منهم شوي، وبعدين لغايه لما الواصلين دول اندر، كل درجه اندر شكل هرمي كده ماشي، فممكن يسلك لكن ما يوصلش، لكن السالكين كتير. يلا في حاجه تاني؟ والله تعالى اعلى واعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.